بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم ان شاء الله عن البنزودايازبين، وده واحد من السيداتيف هيبنوتيك، وده أأمن سيداتيف هيبنوتيك. بيقول ان هو السيفست سيداتيف هيبنوتيك ايجنت، أأمن سيداتيف هيبنوتيك، لان التوكسيك دوز بتاعته 10 لـ15 مرة قد السيرابيوتيك دوز، يعني له فيري هاي سيرابيوتيك اندكس. ده على عكس الديجيتاليز. الديجيتاليز كنا بنقول ان هو نارو سيرابيوتيك توكسيك ريشيو، ماشي. دي اول حاجه. بعد كده هنتكلم عن البريباريشنز بتاعته. بيقول لي البريباريشنز بتاعت البنزودايازيبين موجود في صوره ديازيبام واللورازيبام والكلور ديازيبوكسايد. الديازيبام زي الفاليوم والفالنايل، اللورازيبام زي الاتيفام، الكلور ديازيبوكسايد اللي هو الليبريم، ماشي. الحاجات البريباريشنز دي يعني ممكن تكون مهمه في الشفوي. يعني هندخل بقى على المهم اللي هو الميكانيزم اوف الاكشن. الميكانيزم اوف الاكشن بتاع البنزو بقسمه سنترال وبريفرال. سنترال على السي ان اس، بريفرال على البريفرال نيرفس سيستم. وسواء سنترال او بريفرال فترية الاكشن واحدة، ان هو بوتنشيات الاكتيفيتي بتاعت الجابة، بيشجع الجابة ترانسميتر ان هو يمسك في الجابة ريسبتور، ماشي. فكده انا بشغل الجابة ريسبتور. الجابة ريسبتور لما بتشتغل بتفتح الكلور تشانل، فالكلور بيدخل جوه الخلية فبيقلل الاكسايتابيليتي بتاعت الخلية. ده طريقة الشغل بتاعه او الفكرة بتاعته. يعني كل فكرته ان هو بس يشجع الجابة ترانسميتر يمسك في الريسبتور بتاعه. فكده الجابة ريسبتور، بنشغل الجابة ريسبتور هتفتح الكلور تشانل، فالكلور يدخل جوه الخلية يقلل الاكسايتابيليتي بتاعت الخلية، ماشي. فكده لما يقلل الاكسايتابيليتي بتاعت الخلية في السي ان اس، سيديشن وهيبنوزس، مصر ريلاكسيشن، انتي كونفالسنت افكت، ماشي. خاصة لو واخد معاه سي ان اس بريسنت تاني زي الالكحول مثلا، الناركوتيك، الترانكويلايزر، الحاجات دي، ماشي. طيب في البريفرال نيرفس سيستم، في البريفرال نيرفس سيستم لما برضو بوتنشيات الاكشن اوف الجابة، المهم يعني هتفتح في الاخر الكلور تشانل، الكلور يدخل جوه الخلية يقلل الاكسايتابيليتي، ماشي. فلما يقلل الاكسايتابيليتي في البريفرال نيرفس سيستم زي الكارديو فاسكولار مثلا، فهيعمل فازو دايليتيشن ويقلل الكارديا كونتراكتيليتي. يبقى ده كده الميكانيزم اوف الاكشن بتاع البنزودايازيبين. يبقى هندخل بقى على الايه، الكلينيكال بيكتشر اوف التوكسيستي. الكلينيكال بيكتشر اوف التوكسيستي الدكتور كان مجمعها لنا في كلمة شادي. هي احنا ممكن نجيبها من التوكسيك اكشن، ان هو من خلال التوكسيك اكشن بتاعه هوصل في الاخر ان هو بيؤدي ان الكلور يدخل جوه الخلية فبيقلل الاكسايتابيليتي بتاعت الخلية. فلو طبقته على أنظمة الجسم كلها بيقلل الإكسايتابيليتي بتاع الخلايا بتاعة الأنظمة دي، فيعمل لها ديبريشن أو إمبيرمنت أو كده. فكده بوصل في الآخر إن هو بيعمل ديبريشن أو إمبيرمنت في أنظمة الجسم كلها، سي إن إس وكارديو فاسكولار وريسبيريشن وهكذا. بس عشان نقدر نجمعها كلها، فكان الدكتور كان مجمعها لنا في كلمة شادي، بس شادي أس 3، يعني كل حرف منها بـ3 زائد respiratory disorder، ماشي. يبقى عندنا شادي ده هو ايه، هو المدمن البنزو اللي حصل له توكسيستي بي. اول حاجة الاس سيديشن وسومنيلانس وسكين ليجن اللي هي بولي زي بتاعت الباربيتوريت، ماشي. طيب هندخل على الاتش هالوسينيشن وهايبوتنشن وهيدك، ماشي. بعد كده التاكسيا وانوريكزيا وإيجيتيشن، دراوزنس وديبلوبيا، ديس ارثريا اللي هو التلعثم في الكلام. وبعدين تلاتة امبيرمنت، تلاتة خلل. امبيرمنت في الانتلكشوال فانكشن، فبيقول لي ان هو اكتر المدمنين غباء. يبقى شادي ده هو اللي هو مدمن البنزو اللي حصل له توكسيستي بالبنزو، ده اكثر المدمنين غباء، ماشي. زائد امبيرمنت في الاكوليبريم وامبيرمنت في السيكشوال فانكشن، ماشي. زائد قلنا الريسبيراتوري ديس اوردر اللي هو الريسبيراتوري ديبريشن وكوما. يبقى الكلينيكال بيكتشر اوف البنزو توكسيستي اللي هي جمعناها في كلمة شادي، بس شادي اس 3، شادي ده مدمن البنزو، ماشي. حصل له في الاخر ريسبيراتوري ديبريشن وكوما، وده اكتر مدمنين غباء. نفتكر منها التلاتة امبيرمنت، ماشي. شادي سيديشن وسومنيلانس وسكين ليجن، هالوسينيشن، هيديك، هايبوتنشن، اجيتيشن، انوركسيا، اتاكسيا، دراوزنس، ديبلوبيا، ديس ارثريا، التلعثم. ونفتكر بقى حتة اكثر مدمنين غباء اللي هي التلاتة امبيرمنت.
خلف الانتلكشوال فانكشن والسيكشوال فانكشن والإيكوليبريم، زائد قلنا في الاخر يحصل له ريسبيراتوري ديبريشن وكوما. يبقى ده كده كلينيكال بيكتشر اوف البنزو توكسيستي. ماشي، هنتكلم ان بي بقى بيقول ان المورتاليتي بتحصل خاصة لو انا واخداه ان كونجيوجيشن، واخده معاه مثلا سي ان اس بريسنت تاني زي مثلا الكحول او اذر سيداتيف هيبنوتيك، فالاكشن هيبقى اقوى يعني التوكسيستي هتبقى اقوى يعني. ماشي، دي اول حاجة. تاني نقطة بيقول ان الالدر والفيري يونج بيرسون دول مور سسبتابل للسي ان اس بريسنت افكت. ماشي، تالت نقطة هنتكلم فيها لو انا اديته رابد انترافينوس رابد اي في هيحصل هايبوتنشن كاردياك ريسبيراتوري ارست. ماشي، دي شوية ان بيهات كده بيقول ان المورتاليتي بتاعته دي ممكن تحصل، ده لو انا واخده معاه سي ان اس بريسنت تاني فالافكت بتاع التوكسيستي هيبقى اقوى يعني. ماشي، دي حاجة. نقطة تانية قال ان الاكستريم اوف ايج دول المور سسبتابل للسي ان اس بريسنت افكت. ماشي، تالت حاجة قال لي لو اديته رابد ان اي في انترافينوس يعني هيحصل هايبوتنشن كاردياك ريسبيراتوري ارست. اخر حاجة هنتكلم عنها التريتمنت، نفس الاسطمبة اللي ماشيين عليها في كل منهج التوكسو. حالة توكسيستي جايالي الف ب سموم اقدم لها الامرجنسي تريتمنت الاسعافات الاولية، بعد كده عاوز اشيل التوكسين من الجسم، من فوق بدي كونتامينيشن، من تحت بالاليمينيشن، وفي النص عالج بالسبيسيفيك انتيدوت. اول حاجة الامرجنسي تريتمنت الاسعافات الاولية، نفس الاسطمبة اللي مثبتينها مع اي توكسين، اللي هما نفس النقطتين الثابتين اللي هو منتين الاير واي واسس الفنتيليشن، تريت الكوما والكونفولجن اف بريزنت. ماشي، بعد كده هنتكلم عن الدي كونتامينيشن. بيقول في حاله البنزو ديازيبين خاصه لو بيور بنزو ديازيبين توكسيستي، هنا الجاستريك لافاج نوت نيسيسري، امال اديله ايه؟ الاكتيفيتد شاركول. ده بيقول ان الاكتيفيتد شاركول ده ممكن اديه له وزن 1 اور خلال ساعة من الانجشن يعني، بيكون قوي جدا. ماشي، بعد كده بقى اهم نقطه في العلاج السبيسيفيك انتيدوت. السبيسيفيك انتيدوت بتاع البنزو حاجه اسمها فلومازينيل. ماشي، ده اهم حاجه في العلاج، ده لو جاب لي اصلا التريتمنت فهو جايبه عشان اكتب الدواء ده السبيسيفيك انتيدوت ده اللي هو الفلومازينيل. الفلومازينيل ده هتكلم عنه في ايه؟ الانديكيشن والكونترا انديكيشن والديس ادفانتج. ماشي، الاكشن والدوس. الفلومازينيل ده أمبول، عبارة أمبول 5 ملي، كل ملي تركيز 1/10 ملي جرام في الملي. ماشي، طيب عايز أخد الأكشن بتاعه، بيقول إن هو أنتاجونست للبنزو. طيب بدي بدوز إيه؟ الدوز هقسمها أدلت وتشايلد. الأدلت هديله 2/10 ملي جرام يعني 2 ملي أي في، مال تشايلد 1/100 ملي جرام لكل كيلو. يبقى ده الدوز، ودي مهمة نحفظها يعني. ماشي، عايز اشوف بقى الانديكيشن وكونترا انديكيشن. الانديكيشن بديه في حالة السيفير بويزنينج. السيفير بويزنينج يعني ايه او ايه علاماته؟ واحد جاي لي في كوما وعنده ريسبيراتوري ديبريشن مزرق يعني وهايبوتنشن وضغط واقع. طب الكونترا انديكيشن امتى ما اديهوش؟ لو الشخص ده عنده هيستوري اوف كونفولجن او واخد معاه تي سي اي كو انجيشن. طيب ماشي، طب اخر حاجه بقى الديس ادفانتج بتاعته، ان هو بيعمل ويزدرو سندروم في الادكت. ماشي، ادي دي حاجه. حاجه تانية ان التي هاف بتاعته قليله جدا، علشان كده البيشنت ويز برولونجد بويزنينج عايز ريبيت الدوزز. يبقى ده كده اللي هو اهم نقطه عندنا في العلاج، السبيسيفيك انتيدوت اللي هو الفلومازينيل. الفلومازينيل ده اللي هو امبول 5 ملي بتركيز 1/10 ملي جرام في الملي. ماشي، عرفت الاكشن بتاعه ان هو انتاجونست، الدوز ادلت وتشايلد، بعد كده انديكيشن وكونترا انديكيشن. انديكيشن في السيفير بويزنينج اللي هو واحد جاي لي في كوما وعنده ريسبيراتوري ديبريشن وضغطه واقع. ماشي، الكونترا انديكيشن لو الشخص ده عنده كونفولجن او بياخد تي سي اي، وعيبه ان هو بيعمل ويزدروال سندروم. ماشي، والتي هاف بتاعته قليله، شورت تي هاف، عشان كده الشخص اللي عنده برولونجد بويزنينج عايز ريبيتد دوزز.
يبقى ده كده التريتمنت بتاع البنزودايازيبين، ماشي، نفس الاسطمبه اللي ماشيين عليها الايمرجنسي تريتمنت، نفس النقطتين الثابتين. بعد كده دي كونتامينيشن، قلنا لافاج نوت نيسيسري، امال هديله ايه؟ اكتيفيتد شاركول وزن 1 اور، بيكون قوي جدا. واهم حاجه في العلاج الفلومازينيل، قلت فيه الانديكيشن والكونترا انديكيشن والديس ادفانتج، واهم حاجه الدوز، الدوز هنا حفظ. والاكشن طبعا هو انتاجونست.